بقى بعد اذنكم. اتفضل يا فندم. خلاص يلا يا جماعه بعد اذنكم. يلا يا فندم بعد اذنكم. يلا على طول انت على طول. حسب بقى ظهرك عشان الدوامه تخش بعد كام ساعه. هذه المناسبة اللي فعلا زي ما الدكتور عادل قال انها حرب بنعلنها على فيروس سي، يمكن ان اطلق هذه المبادرة وتصميم المصريين على ان شاء الله ان احنا نعالج 1,000,000 حالة. كان السيد الرئيس يوم 12 مايو استجابة كانت اكثر من رائعة، ولكن احنا منتظرين اكتر. ملفات كتيرة جدا هذه الحكومة بتفتح، منها ملف الصحة، ملف التعليم، ملفات كثيرة من الإهمال في كثير من حياتنا. يمكن النهاردة ملف الصحة وملف التهاب الكبد الفيروسي بيبان قد إيه لما كان هناك دعوة للمشاركة، كان قد إيه شركات الأدوية لما اجتمعت معاهم محدش تردد، بالعكس والكل قال احنا معاكم، وكان المساهمه بنسبه 25% او 30% من الانتاج. ده كان الحقيقه حاجه تشكر، وبالتالي انا حرصت ان انا اكون موجود النهارده معاكم عشان اتوجه بالشكر لكل من ساهم وسيساهم في الحمله القوميه للعلاج من الفيروس سي لان يحمي مصر. والنهارده اذا كنا بنحتفل باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي، بنهدف اساسا في هذا الاحتفال الى حمله تدشن اليوم لحمايه كبد المصريين. الحمله اللي احنا بداناها اليوم او بنعلن عنها اليوم تاكيدا لمبادره سياده رئيس الجمهوريه لعلاج 1,000,000 مريض يعاني من التهاب الكبد الوبائي، احنا باذن الله تعالى بدانا، والمشوار قدامنا كبير، والمشوار ده بيحتاج تكاتف كل المسؤولين وتكاتف كل الجهات العاملة في مصر وتكاتف المجتمع المدني والقطاع الخاص كله بأكمله في هذه الحملة وهذه الحرب الضروس اللي احنا بنخوضها من أجل حماية كبد المصريين من الالتهاب الكبدي الوبائي. Global Stars, great event.